اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد. خير الكلام نبدأه بالصلاة على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يحكى أن تاجرا ركب رأسه الغرور فكتب على باب دكانه: كيد الرجال غلب كيد النساء. ويبدو أن ذلك لم يرقى لصبية حسناء ذات تيه ودلال، فدخلت متعللة بشراء بعض الحاجات، فصارت كلما طلبت مطلبا تتمايل وتنحني وتنعطف وتنثني حتى تظهر مفاتنها وتبث محاسنها، حتى تمكنت من صاحب الدكان وسرقت عقله وتلاعبت بعواطفه، ولم يتمالك نفسه من سؤالها من تكون، فقالت له إنها ابنة قاضي القضاة. قال الشاب: ما أسعد أبيك فيك. قالت: وما أشقاني معه، إنه يريد أن يبقيني بدون زواج، وكلما طلبني أحد للزواج قال له إنني عمياء كتعاء غير صالحة لمثل هذه الأمور. الكتعاء يعني تعمل بيد واحدة. قال الشاب: وهل تقبلين بي زوج لك وأنا أتدبر الأمر مع أبيك؟ فأجابته الفتاة بالموافقة. ولم يلبث الشاب من وقته أن مضى إلى قاضي القضاة يطلب منه يد ابنته. قال القاضي: ولكن ابنتي عمياء كتعاء وأنا لا أريد أن أضع أحدا في ذمتي. قال الشاب: وأنا أقبلها كما هي ويكفيني حسبها ونسبها. وتمت الموافقة. ثم أنه أتيحت الفرصة للشاب كي يجتمع بعروسه، فإذا هي حقيقة عمياء كتعاء وإنها ليست تلك المرأة الماكرة الحسناء. فرجع الشاب إلى دكانه منكسر النفس منكس الرأس، ومحى عن بابه العبارة التي أوقعته في المصائب: كيد الرجال غلب كيد النساء. ولم يلبث من الوقت إلا يسيرا، فإذا بالصبية الحسناء تقبل عليه من بعيد وعلى ثغرها ابتسامة الظفر، فدخلت وقالت: الآن قد اعترفت بالحقيقة وأقررت أن كيد النساء غلب كيد الرجال. فأجاب الشاب: ولكن مع الأسف بعد فوات الأوان. فقالت الفتاة: لن أتركك في محنتك وخلاصك في يدي، فما عليك إلا أن تبحث عن جماعة من النور تطلب منهم أن يزعموا أنك واحد منهم وأن يحضروا على أساس أنهم أقاربك وأصحابك إلى بيت القاضي في يوم العرس. وهكذا كان، فقد وصلت الجماعة في اليوم الموعود بطبل وزمر ورواقص وأهازيج، في حين كان القاضي يجلس مع علية القوم وأشراف المدينة. فهرع الشاب إلى ملقاتهم والترحيب بهم، ولما سأله الحاضرون عن الخبر أجابهم: أنا منهم وهم مني، ولا أستطيع أن أنكر حسبي ونسبي، ولذلك دعوتهم ليحتفلوا بي في يوم عرسي. فصاحبه قاضي القضاة: كفى، ونحن أيضا لا نستطيع أن نتخلى عن حسبنا ونسبنا، قم وانصرف أنت وجماعتك وابحث لك عن زوجة من بناتهم، وعفى الله عما سلف. وفي الغد ذهب الشاب إلى دكانه، وإذا بالصبية تأتي، فاستقبلها هاشا باشا وأخبرها بنجاح مشورتها ومكيدتها التي خلصته من شراك تلك الصبية. ثم سألها حقيقة نفسها فأخبرته، فلم يلبث إلا وقتا يسيرا حتى ذهب وطلب يدها معترفا بالهزيمة أمام كيد النساء وتدبيرهن الذي لا يقاوم. لكن تذكر أن كيد النساء حب وأن كيد الرجال حقد وكره، والدليل في صورة يوسف: كيد النساء ذكر على لسان العزيز والعزيز كافر، وكيد الرجال ذكر على لسان نبي الله يعقوب. قال الله تعالى: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدوا مبينا. وأتمنى أن يكون المقطع قد نال على إعجابكم، ولا تنسوا نشر المقطع لكي يعم الأجر والفائدة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد، وشكرا وجزاكم الله خيرا.